مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الخبر، حيث استقبل فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الأستاذ تركي الشبانة ووفد قناة روتانا خارجية، وذلك في القصر الرئاسي التركي في العاصمة التركية أنقرة، حيث تفردت قناة روتانا خارجية بتصوير لقاء خاص مع الرئيس التركي أردوغان حاوره فيها الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. وسيكون موعد بث هذا اللقاء الحصري يوم غد الأحد في تمام الساعة 10:30 مساء بمشيئة الله.